السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. بالفترة الماضية كل كانت الأخبار، توقعات، تنبؤات كانت تشير إلى شتاء جاف مثل المواسم الماضية، ولكن الحمد لله كانت أمطار غزيرة جدا بمعظم المحافظات ومختلف المحافظات العراقية، وخاصة بالوسط والجنوب كانت أمطار كبيرة وكثيرة جدا يعني بهذه الأيام اللي راحت، ومستمرة الأمطار ممكن اليوم أيضا في الجنوب العراقي، أمطار متوقعة 100% مع فرص تشكل الأمطار في بغداد أيضا اليوم، ومستمرة الأيام الجاي. كثير ما نسمع أنه موضوع حصاد الأمطار أو حصاد مياه الأمطار، دول صحراوية وحتى دول قريبة، إذا اليوم نتكلم على دول الخليج أيضا مثلا الكويت، الإمارات، السعودية بدأت تسيطر على موضوع مياه السيول واستثمار مياه السيول. العراق للأسف هطول أمطار هذه السنة كان جيد جدا إلى الآن، ولكن هل نحن نقدر نستثمرها نوجهها إلى مثل الأنهر، يعني بغض النظر عن المناطق الشمالية اللي هي طبيعيا تروح إلى الجداول والأنهر مباشرة، ولكن للأسف موضوع استثمارها هل نحتاج خطط، نحتاج أمور أخرى؟ راح نناقش كل هذه الأمور مع الأستاذ تحسين الموسوي الخبير الزراعي والمائي. أهلا بك أستاذ تحسين. أهلا بك أستاذ ظفار، تحية لك ولكل متابعيكم الكرام وشكرا لدعوتك الكريمة. ربي يحفظك أستاذ تحسين. استثمار مياه الأمطار، هل بالعراق أكو خطة من قبل سنوات؟ لو فقط هاي خلص مطرت وبعدها هي لا أكو استثمار ولا شيء. أولا نحمد الله ونشكره على النعمة التي أنعم بها على بلدنا حقيقة جريحة، وخاصة مثل ما تفضلت مقدمتك الكريمة بعد التوقعات أن تكون هناك سنة جافة، وكانت أيضا الاستعدادات أنها ستكون سنة قاسية وخاصة على الفلاحين. وصل الأمر من خلال منبرك الكريم عدة مرات ومن صور مأساوية أدت إلى هجرة متزايدة، إلى نفوق، إلى وصلت إلى مياه الشرب، إلى خسارة وفقدان الكثير من أراضينا الزراعية، إلى ارتفاع مسببات مرضية، إلى يعني عوامل سلبية كثيرة حقيقة. وأتى الحل من السماء بعدما تعذرت المفاوضات، صحيح هذه المشكلة. لكن اليوم علينا أن لا ننسى صعوبة الأيام وأن لا نتناسى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وصرخة مبعوث الأمم المتحدة الذي أطلقها إلى العالم أجمع، أما التعاون أو الهلاك. والعراق حقيقة يعيش في وضع حرج جدا، ألا وهو ضمن خمس دول بالتغيير المناخي، إذا نتكلم عن خطر قائم. الآن يجب أن تكون سياستنا حقيقة سياسة جدية للاستجابة لهذه التحذيرات وبعد المعاناة والخطورة. اللي نتكلم عن مسألة حصاد المياه، يجب أن تستغل مياه الأمطار والسيول القادمة في عملية الحصاد. كيف تبدأ هذه العملية؟ تبدأ من خلال إحياء البحيرات الطبيعية من الخزانات الطبيعية اللي متوفرة بالوقت الحالي، لأن من الصعب جدا أن تكون تعرف أنه اليوم عندما نتكلم عن سدود وخزانات هذه تستهلك ميزانيات كبيرة وأيضا تستهلك عامل كبير من الوقت. كان المفروض أيضا أن نستغل ترميمات سدودنا المحددة، كان ممكن أن نكون نذهب إلى خاصة تعرف سد الموصل اللي يستهلك من عندنا كميات وطاقة كبيرة، من حيث كونه يحتاج إلى إدامة يومية مستمرة، وهذه تؤدي تكلفة، وكان ممكن الذهاب إلى سد بادوش، يعني أمور كثيرة. الآن يجب أيضا عدم التوسع في الخطة الشتوية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كونه سنفقد كمية كبيرة من المياه، والسبب نحن نستخدم زراعة قديمة لا توجد تحديثات. بس يعني اليوم مثل الفلاحين يطالبون بالتوسع، التوسع يقول لك لين احنا عندنا وخير من الله والامطار زينه احنا هنا خلينا نناقشها من مناقشه فنيه. اولا احنا بنتكلم عن 15 مليون دونم، كانت بحدود ال 6 مليون دونم هي منها اراضي ديميه، يعني تعتمد على الامطار. صحيح. هذه انقطعت بسنوات الجفاف المتتاليه. ممكن انه اليوم الزراعه الديميه ندعمها بالمستلزمات، بالمبيدات، بالازمده، هذا امر طبيعي لان هي تعتمد اعتماد كامل على الامطار. اما بالنسبه للمزارع المرويه بعد ما كانت الخطه بليون ونص، طبعا خطه تقشفيه جدا، وكانت يعني ولم تتحقق الرؤيه الاولى عن طريق مصادر الارواح، كان عجز كبير بسبب انخفاض
المنسوب بانخفاض الخزين الاستراتيجي، بحيث تكلمت انا وجنابك الكريم انه احنا لاول مره ذهبنا لاستخدام الجزء الميت من بحيره الثلثار، هو ايضا لا يصلح للاستهلاك. لاحظت انه الاهوار بتهددت بنسبه 90%. الجانب الاخطر من هذا انه احنا هذه الاراضي اللي تفقد خواصها الاحيائيه الكيميائيه الفيزيائيه من الصعب اعادتها، يعني نتحدث عن التصحر هنا أنا. فعلا. فاذا الوقايه الحفاظ افضل. العمليه المهمه جدا الان ليست التوسع في مجال الزراعه بل لانعاش الاهوار. الاهوار تحتاج كميات كبيره جدا. صحيح. يعني نتحدث عن مساحه 20,000 كيلو متر مربع تعادل دوله لبنان والضفه الغربيه. هذه وايضا تحتاج عليها نسبه عاليه من السكان، اضافه الى انه كادت تخرج ولربما تهدد من التراث العالمي بسبب عدم الحفاظ عليها. عندما ذهبت الى التراث العالمي كونها محميه طبيعيه، كونها تتمتع بخواص، كونها يوجد لديها تنوع احيائي، فعندما يفقد هذا التنوع الاحيائي سنفقد الاهتمام الدولي بهذا الموضوع. فاذا يجب ان نعيد الثقه بهذا الجانب، ونحتاج بهذه المرحلة أيضا دعم أكبر للصيادين من خلال عمليات المفاقس، مفاقس الأسماك، إعادة الطيور، يعني هذه المحمية الحماية أكثر، تشجيع مربي الجاموس ومربي الحيوانات. من خلال كلامك أنه صح أمطار وخير من الله، ولكن لازم الحذر يبقى. أكيد إحنا اليوم نتكلم بالنسبة للأمطار حقيقة، بالذات مناطقنا الشرق الأوسط الوطن، منطقتنا إحنا كعراق من مناطق شحيحة جدا. عندما نتكلم عن نسبة أمطار لا تتجاوز 150-160 ملم في أعلى قمة، في بالنسبة لتكون سنة مطرية تكون عندنا هذه النسبة، هذه نسبة ضعيفة قياسا إلى 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 النمو البشري، التمدد السكاني، الازدياد، ازدياد الطلب على المياه، ازدياد الاستهلاك، نسبة التبخر العالية، ارتفاع درجات الحرارة، نسبة جدا ضعيفة. احنا دائما اعتمادنا يكون على الثلوج والسيول القادمه من دول المنبع. وانت تعرف جنابك الكريم انه للاسف احنا ما توصلنا لاتفاقيات خصمه، يعني اتفاقيه المياه حول تقاسم المياه وحصص العراق بالمياه، وايضا هذا كان سبب انه الازمه عالميه، كون انه ليس فقط في العراق لكن العراق تحمل الضغط الاكبر جانبين، سوء استخداماتنا الداخلية وكذلك التعسف من قبل دول المنبع. يعني لاحظ دائما نسمع من الجانب التركي مؤتمرات ورنات ورسائل، لكن لا يوجد شيء على أمر الواقع. عانينا ما عانيناه من قطع المياه، حيث وصلت خزاناتنا صفر، وصلت إيراداتنا صفر، وشيئا فشيئا يتناقص الأمر. نعم. أنا أقول نعم أستاذ تحسين، أكيد راح نرجع ونتكلم بهذا الموضوع المهم، موضوع الخزانات. طبعا أحبة المشاهدين عندنا فيديو يوضح معلومات عن الأمطار اللي سقطت بمعظم ومختلف محافظات العراق، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. أستاذ تحسين خلي أتوقف وياك مع النقطة الأخيرة اللي موجودة في هذا الفيديو، إنه يقول لك إنه الأمطار إحنا ما استفادينا منها بقدر لو سقطت الأمطار في شمال العراق بسبب وجود السدود، إنه هي جداول طبيعية تذهب مباشرة إلى مصادر المياه الأنهر وغيرها من هذه المواضيع. كيف أنا أستفاد من المياه إذا سقطت في الوسط والجنوب؟ نقدر نستفاد؟ طبعا هي في كل حالة نحن نستفاد منها. أولا احنا تكلمت عن حوض دجلة والفرات، يعني أولا هو حدد أنه كمية الأمطار اللي سقطت بالشمال كانت قليلة.
يعني مناطقنا الشمالية هي تصل الأمطار بها بالسنة المطرية تصل معدل لربما في مناطق زاهو إلى 1000 ملم. صحيح. يعني هذه نسبة عالية جدا. إذا الكثافة هناك استفاد من عدم خلال خزنها بالخزانات المياه. لكن الاستفادة منها بالوسط والجنوب مثل ما أكد أيضا المتحدث هو إطلاقها لإنعاش الأهوار هذا جانب، والجانب الثاني للمراعى الطبيعية واللي استفادينا منها وكانت فائدتنا جدا مهمة هي حققت رية الأولى وهي رية مهمة جدا رية الإنبات. يعني تحققت عندنا بالوسط والجنوب 100% رية الإنبات 100% بدون أن نستخدم الخزين اللي كان مخصص للأراضي. تعرف ممتاز. مليونين و500 كنا من الآبار من الخزين الاستراتيجي بالآبار، 1.5 مليون بعد الزيادة ارتفعت 1.5 مليون. هذه كلها اكتفت، والآن لربما حتى إن شاء الله قادم الأيام سيكون هناك تعويض للرية الثانية. إذن إحنا كوننا موسم زراعي جيد جدا وحافظنا على الخزين. لكن لاحظ الزيادة اللي أتت بعض الأحيان وكانت هناك بدفع الإطلاقات هي أتت لدفع التلوث اللي أصاب حوضين النهر. نسبة التلوث صحيح عالية جدا. نعم. فهذا التلوث عندما نتكلم عن تحلية شطر على لا هو بالعكس لدفع ليس فقط صد اللسان المائي وإنما دفع التلوث اللي ارتفع عندنا بشكل مرعب ومخيف. الآن وزارة الموارد المائية وزارة هي طبعا أكيد النقطة المهمة جدا أنه وزارة الموارد المائية هي تكون في حالة استرخاء في أيام الفيضانات، لكنه عندما تكون شحة تواجه صعوبة ولاحظ يعني وصلت حتى بعض الأحيان الاعتداء على كوادر. صحيح. الوزارة كان عليها ضغط جدا كبير، ضغط شعبي كون أنه نسبة عالية من السكان تعتاش على جانب الزراعة، وكان أيضا عليها بنفس الوقت ضغط آخر حتى ضغط سياسي من هذا الجانب. نعم. هذه كلها تراكمت، لكن الآن وزارة الموارد المائية علينا أيضا أن لا نذهب إلى مقولة إذا حضر المطر بطلت المفاوضات، بالعكس. يعني الطبيعة اليوم طبيعة العراق عموما. نعم. يكون بحالة ما كنا مرتاح. طبيعةكم مطر خير من الله. استبشرنا فرحنا كل احنا. يا يعني شو واحد يعيش يوم بيوم. لاحظ هي لاحظ يمكن كانت هناك فرحات عفوية يمكن السوشيال ميديا نقل لنا حتى بعض النساء بعض الأطفال بعض الشيوخ. ضام فيديو دعر. اي اللي استقبلوا اكيد ما تفوتكم هذه. اللي استقبلوا حقيقة وهذه وفتيجة وهي حقيقة تعبر عن فرحة فقدان. يعني كانت فرحة كبيرة لأنه إحنا نتوقع أنه سنة جافة وسنة قاسية وأخذوا الدراسات من أقمار صناعية ودراسة عامة وإطلاق التحذيرات مرعبة. يعني أنا من أطلقت لك قلت لك من دي يقول أما والعراق مهدد بهذا الجانب أما التعاون أو الهلاك، وفعلا إحنا دفعنا ثمن. عندما أتكلم لاحظ الجاموس في وقتها وصلت لحدود 1000 قطعة من الماشية الجاموس في ذقار مسألة ليس الهجرة الصيادين تماما بالأهوار انتهوا حتى عملية الأحياء اللي كانت في حوضين النار انتهت. نعم. صورة الأحواض العائمة انتهت عندنا أكيد لأنه كانت دخلنا موسمين شحة وموسمين جفاف كانت جدا الآن مخزوننا ارتفع بعد الأمطار. أكو أرقام أعلنوا على الأرقام. يعني إحنا نتحدث اليوم من نقول إنه بحيرة حمرين استقبلت بحدود 600 مليون. 600 مليون لربما هو تأمين الخطة الصيفية فقط. بحيرة حمرين هي تكاد تكون ب3 مليار. الرقم 600 مليون جيد. عندما نتحدث ايضا عن اكو خبراء يقللون من رقم 600 مليون يقول لك يعني نسبه بسيطه احنا نحتاج ما اتوقع 18 مليار بالنسبه لاستخداماتنا. ايه؟ لا استخداماتنا اذا نريد نقيسها احنا نصل حتى نصل بعض الاحيان ل 50 مليار 50 مليار. نعم. عندما نطبق خطه زراعيه كامله عندما نطبق هاي لا كامله انا احكي لك عندما نطبق خطه مربيه الاسماك دفع اللسان الملحي يعني زراعة المحاصيل الاستراتيجية زراعة الشلب زراعة لا حتى نعبر هذا الرقم لأنه إحنا مدى نستخدم تقنيات حديثة على مود يصير عندنا تقنين بنسبة المياه. وبنفس الوقت إحنا أيضا لاحظ أول ما بدأ حتى المنهاج الحكومي كان على أنه ستكون هناك استخدام المنظومات الحديثة وستفرض على الخطة الزراعية وستكون ملزمة ولا توجد خطة زراعية لا منتجة إلى التقنيات الحديثة وتخصصت من المبادرة الزراعية وتخصصت. إذن هذا كله كان بالطريق الصحيح، لكن لنرجع عن نفس الخطأ إحنا نعد دراسات ونجهزها ولكن ما ننفذها على أمر الواقع. إحنا تصريح الرئيس الوزراء أنه السنة القادمة ما يستخدم تقنيات رأي حديث سيحرم من الدعم الحكومي يجب أن يفعل
يجب أن يفعل. هذا الموضوع جدا مهم. وكون أيضا السيد محمد شاه السوداني دولة رئيس الوزراء هو مهندس زراعي صحيح ويتكلم بخبرة كافية. لكن الآن تعرف اليوم رئيس الوزراء مو واحد يحتاج اليوم رئيس الوزراء تدعيم. وللأسف احنا نلاحظ يعني بصورة عامة ضغط الشارع حاليا بصورة، بينما حتى البنك الدولي الآن بعث رسالة للعراق دي يقول الاعتماد على مصدر النفط سيسبب مشاكل مستقبلية للعراق. إذا نتحدث عن الزراعة فيحتاج حقيقة اليوم ثورة من مجلس النواب. اليوم لجنة الزراعة والمياه يحتاج حقيقة أن تكون ذو ثورة حقيقية، هي صوت اليوم، هي من تكون تحفز السلطة التنفيذية. يعني يحتاج أيضا نذهب إلى اتخاذ تطبيق القوانين الرادعة بأن احنا قسينا على البيئة للأسف. يعني يحتاج نفعل هذه القوانين، يحتاج أنه ما تنسينا هذه البشرة اللي استبشرناها، بالعكس إن المفروض ناخذ درس من اللي مرينا له ويكون استعداد نذكر المستقبل. طبعا أحبة المشاهدين، كان هناك تصريح للأستاذ علي راضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، خلينا نشوف هذا الفيديو وراجعين. حسنت من الوضع بشكل نسبي، يعني إذا أريد ما نلخصها، الموجة الأولى كانت كميتها بحدود 600 مليون متر مكعب، استطعنا يعني من خلال جهد الوزارة من ضمن خطط الوزارة أن نأمن إضافة للخزين بحدود 25% من هذه الكمية، لكن الكمية الأخرى أو الأكبر تم توجيهها خلال الأنهر الرئيسية خلال نهر دجلة والفرات، حقيقة لإنعاش المناطق اللي عانت من شحة مائية كبيرة، خصوصا المحافظات الجنوبية، محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، السماوة، أغلب المحافظات، وكذلك أيضا مناطق الأهوار اللي عانت من شحة مائية كبيرة وقلة في الإيرادات خلال السنوات أو المواسم القريبة الماضية. وجهنا كميات لتحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي في محافظة البصرة. حقيقة مواقع سقوط هذه الأمطار سواء للموجة الأولى أو الموجة الثانية، طبعا الموجة الثانية كانت كميتها أقل من الموجة الأولى، أيضا عملنا بنفس الاتجاه بحيث استطعنا من خلال هذا الموجتين من الأمطار والسيول أن ننجز أو ننهي الرية الأولى للموسم الزراعي الشتوي. تم تأمين المياه لها 100%، طبعا ساعدتنا الأمطار اللي سقطت بالوسط والجنوب، السيول أيضا إلى الوردة إلى العراق، وبالنتيجة خف الضغط على المياه السطحية أو المياه التقليدية، فبالنتيجة إحنا استطعنا أن نؤمن هذه المياه لمناطق الأهوار. ونسبة الإغمار نعم قد تكون بسيطة، ولكن هي في كل المواقع في كل مناطق الأهوار وصلت المياه. يعني على سبيل المثال بركة أم النعاج اللي هي تعتبر من أخفض المناطق في الحويزة، يعني اليوم احنا نلاحظ أنه مستوى المياه جيد فيها، إضافة إلى مثلا الشبايش، الحمار، هورو بزرق، هذه المناطق تقريبا كلها تم إغمارها حقيقة. اليوم أيضا نلاحظ معدل الأملاح في شط العرب جيد. الخزين المائي، حقيقة الخزين المائي هنالك فراغ خزني كبير في السدود والخزانات، تقريبا يعني معدلات الخزين المائي متدنية، ولكن أيضا بسبب الموجة الأخيرة كانت هنالك أريحية أو مناورة للوزارة بتطبيق خططها بالتحكم بالإطلاقات المائية، هذا أيضا ساهم أو ساعد في تحسن نسبي بسيط. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. طبعا أيضا نقدر نقول أنه من أكثر المناطق اليوم اللي استفادت من هطول الأمطار هي الأهوار، ولكن يعني الارقام انه حسب انه كانت ناشفه 100% صارت 25 سنتيمتر. يعني اليوم المشكله اللي نواجهها انه شنو الاهوار حتكون بس فقط شتويه؟ لا، هو لما نتحدث عن الاهوار وتحدثنا، اولا خلينا نقيس نسبه الكميه اللي تحتاج الاهوار. حقيقه الاهوار قلنا مساحه جدا كبيره وتحتاج ما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب. إلى أردنا أن نعيد الحياة إلى الأهوار، هذا جانب. والسيد علي راضي تعرف إحنا خاصة ببرنامجكم يعني كنا داعمين وواقفين مع وزارة الموارد المائية، وكان استحقاقهم على الجهود اللي بذلوها في هذه السنوات واللي تعرضوا له والضغط حقيقة وصلت إلى أنه إحنا نادينا أنه يجب أن يعاملوا معاملة جائحة كورونا بهذا الجانب. لكن نقول للأستاذ علي راضي يعني والسيد معالي وزير الموارد المائية هو صديقنا قبل كل شيء. دكتور عون، يعني لا تنسى انه فشل المفاوضات، عندما كان فشل في المفاوضات كان تعسف على المواطن. يعني احنا نفشل بالمفاوضات بالخارج نطلع تعسفنا وثقلنا كل على المواطن. اليوم لا، احنا لن نطير رسائل اريحيه،
ولن نكون سخيين لدرجة جدا عالية. احنا اليوم علينا انه نيجي نقسم ايراداتنا ونحسب. يعني اليوم خلال كلامك المفاوض العراقي لما يروح ويفشل بالتفاوض مثلا او يخسر اوراقه يجي يطلع مثلا الحرقه مالته بالفلاح. تحت وين صارت؟ من نرفع مضخات. ايه. ومن نملي بيهم السجون والدعاوي كلهم. بالمناسبه احنا هسه هم نريد منهم بشرى. يعني هسه الفلاحين اللي عليهم دعاوي كلهم مطاردين. ايه. تعرفوا يعني مصدر. يعني احنا مو نشجع على الخطا. لكن بنفس الوقت بعض الاحيان تكون شلون مثل يقول الرحمه فوق العدل. تمام لو مو تمام. يعني هو من وسط الحد المعيشه ولا ننسى قول امير المؤمنين عليه السلام عندما تحدث عن الفقر. فهذا الانسان جبرته ظروفه انه بعض الاحيان يتجاوز او بعض الاحيان او انا في رايي كان هناك تعسف كبير خاصه واللي تقلصوا خططهم. اليوم يجب ان نرفع هذه القيود عنهم. يعني مثل ما اليوم وزاره الموارد المائيه تحررت رفعت عن هاي القيود، ارفع القيود عن المواطن. اقل تقدير انه تنازلوا عن دعاويكم اللي قمتوها على المواطن برفع المضخات. هم مطاردين الان كلهم حالين. نعم صحيح احنا نطالب تطبيق القوانين وضد التجاوز ضد التجاوز، لكن نقول ايضا اخلي هذا على مود لا تبحث رساله سلبيه بيننا وبين، خلينا نستخدم الرساله الارشاديه التثقيفيه. اكو موضوع ايضا لسه بما انه ذكرت موضوع التجاوزات، انا قبل عده ايام رحت صورت حلقه في محافظه بابل بالمحاويل مع مربي الاسماك اللي يستخدمون مياه البزل. وما دا يستخدمون المياه يعني من الانهر مباشره. ولكن ايضا وزاره البيئه تمنحهم ووزاره الموارد المائيه. ليش ماخذ موضوع البزل يستثمروه كتربيه اسماك افضل ما ياثر اليوم على المياه مباشره؟ ما ينجح بتربيه الاسماك هذا جانب، اما ممكن ان استثمار تكون بطرق التحليه. يعني نحتاج نحل مياه البزل. احنا ليش حاولوا ينتجون؟ يعني اعتقد نسبه الملوحه بها نسبه بسيطه، يعني مو كل مياه البزل هي مالها. ولربما يحتاج إعادة تدوير هذه المياه ووحدات المعالجة أنه نعالج مياه البزل من جديد. لكن تعرف اليوم حتى من البحيرات تستهلك كمية كبيرة جدا من المياه. فلذلك البحيرات الطينية البحيرات يعني حتى بالطرق الحالية يعني يمكن عندنا 100 دونم تستهلك بحدود يعني ذكرها بالضبط، بس كل دونم يستهلك 2500 متر مكعب بينما بالطرق الحديثه ما يستهلك 20 متر مكعب. يعني هذه يعني احنا اليوم الثروه حيوان الثروه الزراعيه تحتاج اليوم كلها طرق حديثه كلها تحتاج طرق. حتى انت لاحظ ارجع لك الجانب الثاني، احنا نتحدث عن الثروه الحيوانيه، احنا ليش صارت عندنا مشكله مربي الدواجن؟ ليش الجاموس؟ ليش الابقار؟ لان ما عندنا صناعه علفيه، فقدناها بسبب ايضا فقدان يعني زراعتنا العلفيه انتهت. ما نقدر انه نوفر علاف الحيوانات، وهذا كله اثر سلبا على الزراعه بشقه النباتي والحيواني. ان شاء الله راح نتكلم بهذا الموضوع. طبعا احبه المشاهدين ايضا بما انه ذكرنا موضوع الاهوار، خلينا نشاهد الاهوار بعد هطول الامطار بكميات كبيره. ومع اكيد راح يشرح لنا الاستاذ جاسم الاسدي الخبير البيئي. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبه المشاهدين ومكملين حلقه اليوم. أستاذ جاسم الأسدي وصف سكان الأهوار بالمقاتلون من أجل الحياة، صحيح يعني من سنة 90 هم بد ما مرتاحين. يعني يوم إحنا نحكي على 33 سنة تقريبا تجفيف وحروب قتل مطاردة وحروب وإعدامات وبعدين وراء 2003 قلة المصادر المياه فرحة ودخلت لليونسكو إجت الجفاف. يعني المشكلة ذولا شلون إنجازية؟ يعني ننتظر احنا بس بعد على المطر وبس؟ يعني اولا حقيقه يعني انا دعني ابعث رساله امتنان وارفع القبعه على الاستاذ جاسم الاسدي حقيقه اللي كان متابع، وهي الفرحه فرحه استاذ جاسم اللي نقل المعاناه وكان متعايش لحظه بلحظه وكان لسان حالهم امام وسائل الاعلام حقيقه، وكان يتكلم بحقه وحتى يتصل بكل من لديه تواصل مع الاعلام لإيصال هذه الرسالة لإيصالها للمجتمع الدولي، فتحققت إن شاء الله وكانت استجابة السماء مثل ما قلنا. فأنا أبارك له أستاذ جاسم الأسد يقدر يعيش بكندا وبس. نعم نعم على حسب علاقاته. نعم نعم ولكن قاعد بتشوف. نعم فحقيقة يعني نتكلم عن ناس هم بعيدين عن مكرمة السلطة، يعني نتحدث عن ناس عن مجتمع عن بيئة عن تقاليد عن إرث عن حضارة عن ماضي عن مستقبل. احنا نتكلم اليوم على الأهوار، لاحظ العالم كله مهتم
بهذه المحميه الدوليه. بالمناسبه احنا يعني للاسف سياسيين حتى ضيعوا حقها الدولي، القانون الدولي الزم دول المجرى على تامين الحصص المائيه للنظم الاكولوجيه. يعني حتى ما شاهدنا انه مطالبه امام مجلس الامن، امام المحاكم الدوليه، في ان يجب ان تصل حصه الاهوار، وهو قانون دولي طبعا، لكن للاسف هذا الصوت كله اختفى. لا لاحظنا تحرك من الخارجيه، لا لاحظنا تحرك من وزاره الثقافه. حتى من دائما خلينا نوجه رسائلنا، احنا نقول اليوم احنا بحاجه. قبل قليل تحدثت، قلت اني استاذ ظفر اليوم يمكن هو المراسل ماله يوميا يتعب ويجد بالمحافظات ويحاول يحصل لقاءات من الوزراء، من المعنيين، من لجنه الخدمات، من لجنه الزراعه، كل من لديهم باع في هذا الامر. احنا نتمنى هم يبحثون عن استاذ ظفر لنقل الرساله الارشاديه لتثقيف مواطننا، لكذلك توعيته وحمايته. ايضا اليوم نتكلم عن هذه الرساله، تحمي قانونا، الثقافه في عمليه الاستخدام اللي يعاب علينا، لكن للاسف الوزارات ما قايمه بواجبها. اليوم مثلا توجيه الفلاح او توجيه لكل شخص يستخدم المياه، نعم، انه مثلا يبطي طرق ريح حديثه، توجيه انه هذه افضل، هذا مسؤوليه وزاره الموارد المائيه لو الارشاد بالزراعه. لا، هو كل الوزارات لديها، حسن نتكلم السيد علي راضي اليوم هو ناطق اعلامي، والسيد الصفار، هناك شعبه للاعلام، وهناك ايضا قسم الارشاد بوزاره الزراعه، كل وزاره معني. انا اقول ليس وزاره الزراعه، وزاره الموارد، البيئه، الصحه، الصناعه، التجاره، كلها مرتبطه بهذا الملف الحيوي. كان المفروض كلها تكرس. لاحظ يعني من تكون هناك ابو تعامل، لاحظ البيئه تكون على راس الهرم، وانا رسالتي الاولى الى وزاره البيئه انه تهتم بهذا الجانب. اولا يجب ايقاف التجاوزات من الوزارات الحكوميه على مصادر المياه وعلى مصادر البيئه. ثانيا هذه الرساله اللي نتكلم احنا بحاجه ماسه لها، مبعوث الامم المتحده يطلق يقول يجب ادخال عمليه استخدام المياه في المناهج التربويه. طيب ليش ما نستغلها من خلال اليوم الوزارات؟ وانا اعتقد مثل قناتكم الكريمه اللي هي دائما تبحث، ما راح تبخل على الوزارات في ان توصل هذه الرساله، واكيد لها متابعين كثير وراح نستفاد من هذا الجانب. احنا هذا الطموح، احنا خلينا نبحث عن شيء ايجابي. هذا الشيء يحتاج تعاون، يحتاج تعاون المعنيين، يحتاج تعاون اصحاب القرار. هي حتى رساله للسيد دوله رئيس الوزراء، وهو مهتم ومتابع جدا. نتمنى من عنده يعني انه حتى نستقبل هذه الرسائل العالميه، احنا بحاجه لها. ممكن نفعلها على الوحدات الاداريه، مو عيب انه اذا اليوم ابو وزاره الموارد المائيه في كل وحده اداريه لقى له محاضره في باحدى المدارس، او حتى تبدا من المراحل الابتدائيه الى ان تصل للجامعه. يعني هذا هو هذا اللي محتاجينه. العالم من يقول لنا دخلوا، مو شرط انه نطبع منهاج اليوم نودين وزعه. اليوم أنا أجي أساعد أستاذ ظفر، أقول له الحالة اللي يجب أن يتبعها المواطن، صحيح. أقول له الواقع. هذا حقيقة اللي نريده اليوم إحنا في سبيل على مود نكون متعاونين. يعني بالمناسبة الدور الأهم من هذا، ربما شوي خرجت من الموضوع، لا تفعل على رأيك، خاصة منظمات المجتمع المدني اللي اليوم أعتبرها منظمات خاملة جداً، والجمعيات الفلاحية والاتحادات والنقابات اللي هي عامل الثقة بينها بين المواطن والحكومة. نعم. هي هاي تكون حلقة الوصل وعامل الثقة. دائما نسألهم يقول شنو بيدينا؟ لا، نوصل صوت الفلاح وده نعرض وده نحكي ونروح للمسؤولين. لا بالعكس، أنا أشوف دورهم كان، لا أدوارهم ضعيفة جدا بقدر الإمكانيات اللي متوفرتهم. خلينا نكون منصفين، اليوم الحكومة تدعمهم دعم كبير، لكن للأسف هذا الدعم أصبح إثراء لبعض الشخصيات فقط. يعني ربما اليوم نتكلم عن ملف، والسيد السوداني من خلى على رأس الهرم أنه مكافحة الفساد، تناسى أنه هاي المؤسسات أيضا لديها الكثير من الملفات. وأخطر ملف بالعكس، هي اليوم تحصل على دعم مباشر وهناك ارتباط وهناك كلام مسموع، لكن ما وصلت. كانت هي كان يوجد خلل لديها، فلا يمكن ان تعالج خلل يحدث. نعم. بينه وبينه. طبعا احبت المشاهدين، من الفيديوهات الجميله اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فرحه الفلاحين بهطول الامطار، وكل شخص حسب فرحته الخاصه. خلينا نشوف هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. يعني أمطار عبارة عن قطرات من المياه، فرحة المواطن العراقي، فرحة الفلاح، حتى مو الفلاح، حتى احنا ببيوتنا فرحانين. صح، دخل المي يجوز
لغرفة الاستقبال والطرمات وغيرها، ولكن فرحانين يعني بغض النظر عن بعض الأشخاص. وين المطر والجفاف؟ قنوات فضائية. وين المطر؟ بيجات جفاف، راح نموت، ماكو نهر دجلة بعد، ماكو الفراز، زراعة خربت، حكي حكي حكي. اجى المطر، وين الخدمات؟ ليش اجى المطر وليش ما اعرف شنو؟ يعني تناقض رهيب جدا حسب السياسة وحسب الأجندات والنفوذ للأسف. حلوة هالفرحة يعني حقيقة، لأن هاي تحرك تدغدغ المشاعر، تدغدغ العواطف. يعني لاحظ الحرمان، إن المطر تحتمي من المطر كأنه، لكن منه يسجد على التربة وتحت الأمطار والسجدة طويلة في ديالة، إيه في ديالة اللي عانت، اللي خرجت وصلت لمياه الشرب، ديالة عانت ما عانتها يعني. لا كيف البصرة؟ صحيح، البصرة منذ سنين جنابك تكلمت عن أتوقع أكثر محافظتين عانت من موضوع الجفافية، ديالة والبصرة. البصرة أكثر، ديالة هي خرجت من الخطة، لكن حديثا. لكن البصر عانت من الملوحة، عانت من فقدان الأراضي الخصبة. الآن من تتكلم على أهوار، هذه لربما هناك مشاهد لم تظهر، تعرف هذا اللي صحيح اللي صحيح اللي صحيح عايش. أنت زرت الأهوار، زرت، نعم، ولاحظت طبيعة التكوين. يعني اللي قلنا بعيدين عن السلطة واللي هم يعيشون، يعني اللي هم بقوت يومهم، اللي يقدمون للمجتمع، اللي يقدمون حقيقة، صيادين الأسماك اللي أخذوا قوارب تقريبا هاجروا. يعني هذا اليوم، هذه الفرحة ما يعني تعرف ما توصف بثمن. اليوم العايش بالأهوار، يعني مع احترامات أكيد لهم محبة، ولكن حبهم لقطعان الجاموس احتبره جزء منه، من تاريخه، من ارثه. فمن الصعوبه انه يشاهده يهلك، انه مي ماكو او علف ماكو، يموت قبال. هم يتكلمون معه، هناك لغه، عندهم لغه. انا زرتهم، لغه غريبه عجيبه. يعني هذا الانسجام، هذا الموجود حقيقه، والحب. يسموهن، يعني يسموهن هاي ابن فلانه وهذا. ولاحظ اجد، لاحظ هناك كانت يعني تكون فاجعه عندما تصاب. لاحظ الالم، لاحظ الحرقه، لاحظ حتى بعض الاحيان الفقدان، الهستيريا من شخص يفقد شخص عزيز عليه، يبشون يعني بحرقه. فهذا اللي الله سبحانه وتعالى انعم علينا بهذه النعمه الفضيله، يجب الاهتمام بها. انا هنا معقول الاهوار وركز على الاهوار، الاهوار تستحق اكثر من ذلك. صحيح، حاربها النظام السابق، نعم، وعمليه التجفيف اللي كان يجب ان يحاسب عليها دوليا، عمليه تجفيف الاهوار، كل من اشترك في عمليه تجفيف وقتل الحياه بالاهوار. ناتي نحن بعد 2003 وبعد عوده الحياه وعوده وحدث ما حدث، كنا نتامل انه تكون هذه قبله، وفعلا اصبحت قبله للسياحه العالميه. الى الان انا امس شفت فيديوهات انه بعض الخليجيين اللي كانوا بالبصره زاروا الاهوار. زاروا الاهوار، نعم نعم نعم. الجو يعني مكان مستقبل اذا استثمر صح، مكان سياحي واقتصادي. انت يمكن شفت، لاحظت حتى طعم الاكل يختلف. صحيح، داخل الاهوار. ايه، بيفد مذاق خاص حتى ببساطته. فعلا بيفد نكهه غريبه يعني عجيبه. هاي الاجواء الجميله، يعني من نتحدث نقول عايشين ويا القطعان، احنا نذهب للسياحه لهذه المناطق الراقيه. نعم، البغداديه اللي تحدثت عنها، البرقه البغداديه اللي هي تلاحظ وكانما زجاجه فعلا يعني فعلا. هذا حقيقة النعمة اللي الله سبحانه وتعالى ينعم عليها. فهناك يعني واجب على الكل أن نحافظ على هذا الإرث. نعم، طبعاً أحبة المشاهدين، عندنا فيديو أيضاً خلي الشاهدة وراجع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. رغم موسم الأمطار أو كثرة الأمطار، ولكن الري الحديث يعني لازم هو الحل الأخير يعني، وليس سواه. ماكو حل واحد. لا 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 حل سواه، هذا جانب. ويعني بالحديث طبعا حقيقه، وكانت لنا ايضا دعوه من وزاره، من الجانب الايراني، وكان هناك مؤتمر وما قاموا باربيل. نعم، وحقيقه العروض، احنا الدعوه قريبا ان شاء الله نزور، وتحدثت مع القنصل، وشاهدنا يعني عمليه التطور خاصه بمنظومات الري. احنا نركز ربما على منشا واحد، حقيقه لاحظنا فوارق جدا كبيره، وهذه الشركات تريد تقدم وتستثمر بالعراق. يعني هي اليوم لأصحاب القرار، ونحن في حاجة إلى التمسك بهكذا شيء. نلاحظ اليوم إحنا هاي الشركات تجي وتقدم
برامج وبعروض ايضا تكاد تكون يعني تنافسيه. هذا الاستثمار اللي نبحث عنه. يعني احنا اليوم مثلا من نقول اكو غزو للعراق بعمليه تصدير الملابس، بالعكس هذه دوله تقول لك اني مستعد اجي انقل لك منظومات الري، انقل لك التجربه، البيوت البلاستيكيه غيرها غيرها، ليش ما نروح لهذا الاستثمار؟ شنو المانع؟ حتى يعني اليوم اكو تضليل بالرساله الاعلاميه، واقع الحال يختلف. حتى لاحظ اليوم اجينا لقينا الامور الفنيه تحدثوا ويانا الاستشاريين بالنسبه للفنيين اللي موجودين عندنا، حقيقه لقينا فوارق جدا كبيره يعني اللي معروض حاليا واللي استخدمناه. بس التجربه الزراعيه بالدول القريبه من العراق نقدر يعني نستفاد منها ونستنسخ. نعم، لاحظ مثلا تحدثنا عن البيوت البلاستيكيه لزراعه الخضروات، احنا نتحدث عن هذه البيوت قديمه مستهلكه اللي نتعامل بها لحد الان. الان هناك يعني لاحظ الفلاتر الحراريه، حتى عمليه استخدام عندما تدخل للحقل تدخل وتخرج بملابس نظيفه جدا وكانما مثل ما جاي للاستوديو تقدم. نعم. هذا جانب. لاحظنا انه عمليه استيراد التربه، يستوردون حتى التربه من دول افريقيا لتنوع المحاصيل الزراعيه. نعم. وتقدم انتاجيه عاليه وتخفف لنا بالنسبه للايدي العامله، وعمليه استهلاكها للمياه عمليه تقنين جدا، وبنفس الوقت ايضا توجد معها منظومات لتحليه المياه. يعني منظومه متكامله، ممكن حتى على محطات البزن نستفاد من عدها. هذا جانب. نتحدث عن المساحات الكبيره الاستراتيجيه. اللي تحدث لنا الاستاذ عن المنظومه 120 دونم، هذه المنظومه تخريف يعني دائما وكانما لا توجد. لاحظنا انه هناك منظومات بالجانب الايراني، يعني شخصيا لاحظت ونحاول انه نبرم عقود وياهم بهذا الجانب. هذا منظومات تكاد تكون نصف الكلفه وبتقنيه اعلى، وايضا بحقيقه اسعار ليست تنافسيه فقط، يعني هو اللي يقدم لك حتى الكادر والدراسه وعمليه. اليوم خاصه فلاحنا يحتاج تعرف هذه عمليه ميكانيكيه ما متعود عليها الفلاح. من يعني ممكن اذا يرسلوهن يدزون مثل معهم خبراء، هو هذا اللي دا يصير. اي نعم، لكن للاسف اللي موجود عندنا اكو مشكله بالقوانين. هم ايضا نرجع نفس الحديث انه ايضا الوزاره مقيده، وزارة الزراعة من نجي نقول وزارة إرشادية بحثية خدمية، ما يحق لها الإنتاج، ما يحق لها الاستيراد. لاحظ هي دائما تعلن العقود وتصير. هذا جانب حقيقة هناك تناقض، عمليات تعقيدية جدا. يعني حتى من نطلب من الزراعة من الوزارة أنه تعطينا شيء يجب أن نعطيها. يعني نعم، احنا طبعا تمنينا ان الوقت اطول، دائما الوقت سريع وياك يكون استاذ لك تحيه. مستوى خبير الزراعه والمائي، يا رب امطار، يا رب حتى لو سيول هم راضين، حتى ببيوتنا قليله. شكرا جزيلا. شكرا لك زابا، تحياتي. شكرا طبعا احبتي المشاهدين، لا تنسوا حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى. الى اللقاء.